السلام عليكم. عليكم السلام. عندك رز أبوي؟ والله ما في خلص خلص الرز. معقول؟ الحلاق يقول لي نزلت كمية قبل يومين. نزلنا قبل يومين وجت الزحمة، السوق زحمة وخلص خلص. أبشر بنعوضك بعدين إن شاء الله. إيه الله كريم، شكرا. حياك الله. الحق أبو علي. اهلا شيخنا. السلام عليكم. سلام ورحمة. كيف حالك؟ عساك طيب؟ والله الحمد لله بخير. كيف البيع معاكم؟ والله تعرف السوق يوم كذا ويوم كذا. عندي لك حاجه وتنبيه بسيط. انا شفت الراجل قبل شويه يسالك عن الرز. إيه؟ وانا اعرف ان عندك رز. يا شيخ انا عندي رز بس سعره يقولون بيرتفع بعد كم يوم، فقلت اخبيه وبعد كم يوم انزلها بسعر إيوه عالي. هذا في عالم البيع، موازين اهل البيع يمكن يصلح، لكن في موازين الشرع اللي احنا ننتمي له هذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ، يعني متعمد للظلم. يمكن تكسب أموالا لكن ينزع الله عز وجل منها البركة. فأنا أدعوك إلى أن تجدد توبتك مع الله عز وجل وتعيد الرز إلى الناس، وأبشر من الله سبحانه وتعالى بالعطاء العظيم. أبشر يا شيخ، الحين بنزل. الله يوفقك ويسعدك في الدنيا وفي الآخرة. آمين. جزاك بالخير. الله خير يا شيخ. حياك الله. مع السلامة. الله يحييك. ونزور حدائق مغزاها، نستمطر غيمة معناها، ولبيت الأسلاف نزور.